الدازن. استهدفها حزب الله أكثر من مرة، فما هي الوحدة 9900؟ هي وحدة استخباراتية ميدانية تعتبر عين إسرائيل من السماء وصانعة بنك أهدافها. شعارها نجمة داود، وفي قلبها سهم ثلاثي الرؤوس. مهمتها جمع المعلومات الاستخبارية من جبهات القتال، ويقودها ضابط برتبة عقيد. كشفت عن بعض أقسامها عبر وسائل الإعلام وتقرير مراقب الدولة، وهي وحدة التحليل المركزي، مسؤولة عن التحليل الاستخباراتي على جميع الجبهات وتوجيه عمليات جمع المعلومات. وحدة الخرائط، مسؤولة عن توفير معلومات جغرافية مع إمكانية رسم الخرائط في اللحظة نفسها التي تحدث فيها الأحداث. وحدة شيل، وحدة استطلاع جوي مشتركة مع سرب الطيران 100، وتقدم رؤية جوية من خلال صور وفيديوهات تلتقطها الطائرات وتنقل فوراً للمقاتلين بهدف الدعم الميداني المباشر. وحدة الطائرات دون طيار، تأسست عام 2020، مهمتها تشغيل الطائرات دون طيار وإرسالها لجمع صور دقيقة وسريعة وعالية الجودة. وحدة إدارة الحرب، تنقل المعلومات إلى الجنود على الأرض بهدف كشف الهدف بطريقة مثلى.